القاعدة عند أهل العلم أن زكاة المال تتبع المال وزكاة الفطر تتبع البدن. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن زكاة المال تخرج حيث يوجد المال وتوجد تجارة صاحبه، أما زكاة الفطر فالأفضل أن تخرج حيث يوجد البدن الذي تخرج عنه زكاة الفطر. فأنت يا أخي سيدركك العيد إن شاء الله في المدينة ولك أبناء وأسرة في بلدك، ما الأفضل هنا؟ الأفضل أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك في المدينة وتخرج زكاة الفطر عن أسرتك وأهلك في بلدك، هذا الأفضل والأكمل. فإن أخرجت أنت زكاة الفطر عن نفسك وعن أهلك جميعا في المدينة جاز على الراجح، وإن أخرج أهلك هناك زكاة الفطر عنك بأمرك جاز على الراجح، ولكن الأفضل والأكمل أن تخرج زكاة الفطر عن كل بدن حيث يوجد ذلك البدن.